من حق الشهيد الصدر ألا يقتصر الاحتفاء بذكراه على إطار طائفته. فكما عاش للأمة كلها فكرها وقضاياها ودينها ونهضتها ورفعتها، فعلى الأمة كلها أن تظهر الاعتزاز به وتكريمه اعتزازا بدينها وتكريما له ولنفسها. وكما حمل هم الإنسانية كلها وأخلص إليها، فعلى المجتمع الإنساني أن يعرف له انفتاحه وإخلاصه له ووفاه. ذكرى هدم المساجد في البحرين على يد السلطة ذكرى موجعة غائصة الألم إلى الأعماق. ذكرى كما هي مؤلمة فإنها فاضحة ومعرية ومخزية، لا تغسل سوءتها الأيام ولا يمحو عارها الزمن. ويلهب الألم ويزيد العار ويضاعف الفضيحة ويشدد الخزي أن يستمر العناد للدين والاستخفاف بحرمة بيوت الله، فتعطل عودة المساجد ويصادر هذا الحق لبعضها وينازع البعض الآخر منها على المواقع، وينازع البعض الآخر منها على مواقعها. ولا يمكن لهذا الشعب المسلم المؤمن أن يفرط في حرمة شبر أو أقل من شبر من مسجد واحد من مساجد هذا البلد العريق في الإيمان. أمر المساجد لا يقبل عقل هذا الشعب أن يغفله، ولا ذاكرته أن تنساه، ولا غيرته أن تهمله، ولا همته أن تتساهل فيه، ولا عزيمته أن تفتر عنه. حماية المساجد وإعادة إعمارها بناء وصلاة وذكرا وتلاوة وتعبدا وتهجدا وتوحيدا خالصا لله سبحانه بلا شائبة من شرك ولا عبادة لمن سواه ولا طاعة على خلاف طاعته واجب شرعي يدرك هذا الشعب قدسيته ويقدر حرمته ولا يتخلف عن تحمل مسؤوليته، ولا يمكن أن يساوم عليه أو أن يمسحه الزمن من ذاكرته. لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام، لبيك. وإن إصرارا لإخوة العلماء وطلاب العلوم الدينية الغيار المحترمين، ومن ورائهم جماهير هذا الشعب الأبي المؤمن الأبي، على إقامة صلاة الجماعة في المساجد المهدمة في تحد واضح لظروف الحر والبرد والظرف الأمني المشدد، لشاهد حق على الإيمان القوي والغيرة الدينية والإصرار الثابت على أداء هذا الواجب والوفاء لحق الإسلام وحرمة هذه وحرمة المساجد. بوركت يا شعب الإيمان والهدى والعزيمة والإصرار على الحق. ليل البحرين وضحاها. السلطة في البحرين والمعارضة والموالاة، الكل صار يعترف بوجود أزمة في البحرين وأن وراء الأزمة خللاً في مجمل الوضع يحتاج إلى تصحيح ولا تصحيح، والكل وبحسب ما تظهره تصريحاته أنه لا يريد أن تخرج البحرين، لا يريد إلا أن تخرج البحرين من ليلها إلى ضحاها ومن عنق الزجاجة إلى المساحة الواسعة والفضاء الرحب والجو الفسيح
وأن تتخلص من أزمتها وتجد العافية وتعيش الراحة والاطمئنان والازدهار وتغنى بالحركة الإيجابية البناءة النشطة التي تحتاجها في كل مسارات تقدمها. توجه، نداء، طرح، موقف يدعو ويصر على أن يبقى الدستور المثير للمشكلة هو الدستور، أن يبقى الشعب المعزول معزولاً عن موقع اتخاذ القرار واختيار من له اتخاذه معزولاً عن التشريع ومن يكون له حقه، معزولاً عن التشريع أو التدخل في من يكون له حقه، عن التنفيذ أو والرأي في من بيده سلطته، عن القضاء وعن الكلام في من بيده أمره. أن تبقى عملية الانتخاب شكلية تؤدي إلى نتيجة حتمية تمكن من بقاء الوضع سلطوياً شمولياً متحكماً نافذاً بصورة مطلقة. أن تعاقب الكلمة الحرة والرأي المطالب بالإصلاح والمسيرة المعترضة على الظلم، وأي اعتصام وتجمع من هذا النوع بأعلى درجات القسوة والشدة وأغلظ ألوان التنكيل، وأن يتوالى تساقط الشهداء على هذا الطريق وتشتغل الجماهير بتوديع الشهيد بعد الشهيد والمظلوم بعد المظلوم والمألوم بعد المألوم للعسف والقهر وسحق الكرامة، ويختنق من يختنق ويجرح من يجرح ويقتل من يقتل من أبناء الشعب عند تشييع كل شهيد وكل مظلوم. ويشار هنا أنه لم يمض وقت بعد بين توديع الشعب للطويل حتى ودع الرئيس في سلسلة متواصلة الحلقات من الشهداء والمظلومين المقهورين، سلسلة مضيئة من السعداء، ولكنها كلما طالت عقدت من الوضع المتأزم وضاعفت الأخطار وأكدت المحنة وضيقت المخارج وأعطت للشعب اندفاعة أكبر وإصرارا أشد على مواصلة الطريق. ونعيد السؤال هنا من جديد، الحل في أي التوجهين؟ خير الوطن في أي الموقفين؟ ضحى البحرين في أي من الطرحين والنداءين؟ أي من الرأيين يبقي ليل البحرين سرمدا ويقضي على أمل الخروج من النفق المظلم الكئيب المخيف المرعب؟ وأيهما يطل بها على انبثاقة الفجر وانفجار النور؟ لك دين، لك عقل، لك ضمير، لك تجارب، لك فطرة، فلتقضي من خلال كل ذلك بجور أحد الرأيين أو عدل الآخر.